بمقطع اليوم راح نلعب الوان الحظ، ولكن ما راح تكون عادية. ليش؟ لأن الراوند الأول راح يكون للعقابات، والراوند الثاني راح يكون للجوائز، والراوند الثالث بتشوفوها خلال المقطع. القوانين بسيطة، ترمي الكورة، اللون اللي بتوقف عليه الكورة راح تاخذ العقاب أو الجائزة اللي بحددها هذا اللون، وإذا خرجت برا المسار راح تشوفوا ايش راح يصير بخلال المقطع. فنصيحة، تابع الحلقة من البداية للنهاية لأن صار في أحداث جدا كثيرة، وجيبوا لكم سناكات عشان تستمتعوا بخلال المقطع. جايكم بخبر جدا رهيب وحصري، اول واحد بنزل تحت على الديسكريبشن بضغط على الرابط راح يربح معانا بلاي ستيشن 5 فيات لامبورجيني ومليون دولار. صدقتوني بمزح معاكم. لا لا يا جماعه، لا، الخبر كالاتي: اي واحد بحبني وحاب انه يقابلني ويعذرني اني كذبت عليكم الان، راح اكون متواجد بموسم الجيمر بالبوليفارد بفيلا باور ابتداء من الخميس القادم اللي هو 6/7/2023 الى شهرين قدام، وكمان راح يكونوا متواجدين اعضاء باور اللي بتحبوهم وحبيت تتصوروا معاهم وتقابلوهم. فايش بتنتظروا؟ انزلوا تحت على الرابط بسرعه لانه التذاكر ممكن تروح عليكم، فالحق حالك وانزل قبل ما تروح عليك. ولا بقولكم استمتعوا بالمقطع. ولكن لضيوف مين راح يكونوا اليوم؟ دحوم يا اهلا. اخيرا تصور، ما بغى. وعندنا الضيف الثاني اهلا وسهلا. اصبر، ترى في شغله. والله يعني يا عيب، عيب دخلت مليون وجاي على 2 مليون قربت، وهذا دخل 4 مليون وجاي 5 مليون. انا الوحيد باقي له شوي على 3 مليون. يا عزيزي المتابع، الو تسمعني؟ ما تنسى زر اللايك والاشتراك. اي واحد بناظر المقطع الان اتاكد انك مشترك فقط. اكيد فقط اشترك فقط محتاج اشتراك. انا اوريك معك دي دقيقة واحدة. الدقيقة هاي تجي فيها غرضين يتدحرجوا على المسار عشان اللون اللي وقف عليه يحدد عقابك. واحد يا روح، اثنين، ثلاثة. ايوه ايوه، هذا محروم من المقطع الماضي. بس غرضين خلصت. في شغلة ما نبحت عليها. بدر ركز، إذا اتعدى المسار أو طلع من المسار الألوان ترى في بابوس أسلخك فيه وتاخذ عقاب عشوائي. بدر والله كانوا معك كويسة بالبداية، أو تاخذ هذا إذا بتحرجه بثبت مكانه صراحة، يعني ممكن يساعد. ثقيل ليش؟ ثقيل. شو أبغى طيب 3 2 1 ستوب. خلص التايمر. غرضين. بسم الله بدينا. أيوه. شكله شاف اشي والله. هذا الاول والله هنيك، والله مفكر صح. هذا احتماليه. اسمع احتمال. ايوه وشو كفر. بس خلصت. ايه معك 30 ثانيه خلصت. طيب اجى وقتي انا هلا. ترى اسمع، ما بدي التايمر. في حد بدالي تايمر؟ ما حد بدا يا زلمه. ما بدا والله. بدينا التايمر. بدينا. بسم الله. ايش اجيب؟ اشي خفيف. تعال هاي وحده، اخذ هذه استخدمها على طريقتين، ادحرجها واشرب فيها. يا سلام. لا انتهى. والله انتهى. والله بالملي. ثلاث اجزاء من الثاني. للان بذكركم كم مره، اي واحد مش مشترك بالقناه يا ريت يشترك. بدر اذا ضغط اشتراك ايش بيطلع لهم؟ بيطلع لهم دعم وجه صايد. ما لا والله ما بيطلع وجهي. لا اعمل هيك اشوف. بيطلع وجه بدر. اشتركوا وشوفوا. الراوند الاول حيكون فقط عقابات كثير. ترى في اشياء بتنفذها على نفسك، في اشياء تنفذها على غيرك. اوكي، بدل اول واحد انا الثاني. ثاني انت الثالث. صاحب المقطع اخر واحد. كيف هذا اللي يصير؟ هذا حال الدنيا يا اخوي. 1 2 3. لا والله ما رجعت. لا والله ما رجعت. لا ورب الكعبه ما رجعت. لا تنسوا الاشتراك. الو يوتيوب اللي بيشاهد الان مش حاط اشتراك ليش؟ ضربه تضاي قاضيه. استغفر الله. اختار واحدة عشوائي من هدول. خير الامور اوسطها. احمر. تأكد. ايه. بخاخ خايس. هذا البخاخ. شوف. يعني بعيد عنكم ولا حد يجربه. اصبر. ما تشمه هو يعني هاد. بخاخ. اوكي. طيب الكاميرا معك. كاميرا ايه. بتروح الان
مجموعة من الشباب. سوي بدك إياه. المهم شممهم الريحة. يا مرحبا والله مسهل. ربي في شيء في كام وأنت قاعد تسولف وحبيب. هذا مو بروح لعبها. ودي تعطيني تحدي. تحدي تحدي. إيه. ما تقولي لا. ما أقولك لا. ما تقولي لا. أبدا ما أقولك لا. تعال. تحط استمتع مقاطع مسابح. إيه. وإذا كانت فاضي تسوي جلسات ما أدري إيش. إيه. طبعا أنا بيك تنزل مسبح من أول لين آخره. بطريق بطريق حلو تمام. طيب اسمع في شيء ثاني ودي اوريك. بعطرك بعطرك لا لا والله ما تعطرني والله اعطيك تحدي مبدئي ما في غير ما في في شيء غريب ما ادري في شيء في شيء ناقص التحدي احسن لا 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 ايدي ايش دخلني انا ايش هذا هو ماسك مو انا ايش يمين الله يا بدر اجل تكفى يا عندك مؤثر يوم تكفى عندي مقطع بدر وخر بعدني انا بعدني والله ما بينزل مقطع والله ما بينزل بعدني يلا بعدني حطه بس والله ما بينزل شو تسوي؟ اقسم بالله ما بينزل شو تسوي؟ شو تسوي؟ ترجل نزل. أديدي. يلا عادي. أوه أنا لعبة ريال. إيه. شفيك؟ أنت موقع عقد مع بول صح؟ أقوله ما يبغى يصور مقطع. ما يبغى ينزل. شو تسوي؟ يلا شو تسوي؟ حطه. يلا شو تسوي؟ حطه ولا ما بقول حق. ها؟ أنت حقني؟ وش هذا؟ تكفى. زيك الريحة. حلو الريحة. الله يك. هكة والله. أسمعك هكة. كثير وبزياده بحر عجالي صح دورك انت روح لا بدت من نازل ايه بابوجي 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 والله بابوجي الو ها لحوم عندي موجود هي هون عن جد حكى واحد من مشتركينك معي حكى لي اشو هاي هلا بشرب بقناتك بس لا تضرب قوه ايه؟ والله ان الرجال قسم بالله ايه؟ ترى افضل ناس جيش الاف ار ال جيش بي 7 طقني بعد ما طقني يقول افضل ناس انا اوريك ايوه خبره طلعت خبره ما يحول ايوه داخلك راك تبي تاخذها تبي ثانيه ليش طلع الرجال ايش فيك يلا نزل نزل خلاص ياهو ربابوج والله انضغط اقسم بالله انضغط والله انضغط اختار في هذا غريب اسرق انا لاني انا احب الاسرق والله تلبس يد ميكي ماوس البس يد ميكي ماوس يب طول المقطع طول المقطع خلاص بالضبط تلبسها ما تطلع الله. من ايدك خرب عليه ان شاء الله مستقبلا لما يجي يرمي ايده تصير يمين يسار عادي. يطلع ياخذ بابوجي بسم الله لا لا امسح وقف على الازرق على الازرق دام الازرق ماخوذ ياخذ الاخضر ياخذ الاخضر ايه. يلا يلا يا رب ايش حلو تحط ميك اب طول المقطع تعال 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 تحط ميك اب نور التيك توك تنور ارتست انت بسم الله هذا الميك اب وين تضحك مبسوط مصور لا يا هو هذا اي لاينر ابعد شو اسمه اي لاينر لا ما بدنا احنا ما بدنا احنا نفس البنات اي ما مو نفس البنات يا هو بتمشي على عيني قاعد ربك حب النور وقف
والله اني ادري يا بنات انكم تسوي حركات هذه، انا عندي 5 خوات زين، واعرف ان انا هذه قهرتكم بالحركه هذه، بس انا اسف والله ما اعرف ولا شيء. انك حصلت سناب برطر فلاتر سناب بحبهاش انا عشان سالفه السناب يا جماعه، هاي سنابي هون، هذا سنابي. لحظه ما خلصت انا، دقيقه تعال شو قاعد اسوي له، تعال قاعد يسد له فراغات. انا بخلي الجهه الثانيه ما راح اسوي شيء فيها. ليش؟ ليش؟ عشان الناس يلاحظون الفرق. بالله لأنسوي. العظيم ان حط لك دقن تقييمكم الوجه اليسار حلو، ناظر خلهم يناظرون وجهك اليمين. مرحبا وين فراغات مره ورب الكعبه، انت تبي تعتمد هذا اصلا؟ ليش حلو والله يعني انت تحتاج اشتراك صح؟ إيه؟ سوي كذا. ما بدك اشتراك ترى والله ميك اب فوق ميك اب تحت ما يجي. مرحبا شباب، انا صهيب. اي انتوا عارفيني. لو سمحتوا في اشتراك هون اضغطوا عليه. شو بصير؟ ترى عارف هبلكم انا بالاشتراكات، فانا اسف بعذر منكم، بس يعني لازم اتاكد انكم مشتركين. انا ما شفت نفسي الان. وش ده؟ هذا ايلانا يعيط يبكي. ايش يبكي؟ ايلانا يبكي. دموع سوداء. شو اسمه؟ ايلارنا. ايلانا اللي هو اللي حاطه هذا ترى يبكي. الحمد لله انه مش عاملينه زي البنات، عاملينه انه يبكي. لا يبكي إيه؟ لا لا الحمد لله. اذا بدكم ارتست موجود بدل الان. الراوند هاد ما في عقبه، في جوائز مكافاه. جوائز جوائز يعني ارمي وانت مغمض. بابوجي انو ميكي ماوس ميكي موسى انو اي منيح. 5 ضربات بدقه والله طلعت غبره. عطني ثاني. ايه خسي راح. الحين اختار اللي ابغى. انا في البدايه اخترت في النص ايه، وصار لي عقاب صراحه مره جامد، فالان بختار الاحمر اللي مو بالنص، الاحمر الاخير. ها الاحمر الاخير كود ماينكرافت. كود ماينكرافت هل بدك تاخذه لك ولا تهديه للمتابعين؟ انا ما اعرف عن اي شيء في ماينكرافت، وصدق انا يعني ودي لو واحد اكثر يستفيد، فحطه تكفى لهم بالشاشه. اي اي حطه في الشاشه. اضغط على راسي. اضغط على راسه. اه طلع. هذا بوكس مو ضغط. واحد اثنين ثلاثه. اسرع. يس ما في بابوجي. ما في بابوجي. هات حاقد بتطلع بده اياها تطلع برا. تدعي يا عد. ايش طلع لك؟ وشو؟ صندوق هاف مليون. 1 مينيت. غمض عيونك. غمضت. افتح عيونك. صندوق هاف مليون. شو فيه؟ بس سبحان ربي. سبحان ربي. شو تتوقع داخل؟ إذا مو بآي سي أنا بزعل. بقول كمان. سبحان ربي. سبحان ربي. ليتس جو. مشروب هاف مليون. أنا أعرف هذا مفضل لك. تتوقع خلصنا؟ ها؟ لا. لا والله هاف مليون ما يخلص معاك هيك. امسك شوي امسك. لا والله ما خلصنا. كوب للحار عادي اخذه معي. هذا إلك والله. كوب هاف مليون الرهيب الخطير اللي ليس له مثيل. هذا للبارد. الله لا والله ما خلصنا. لا والله ما خلصنا. كمان 2 للحار و2 للبارد. مين تهدى؟ اصحابك اصدقائك عادي. اهدي صديقي بدر. والله عطى شو بدك تعطي؟ واحد حار واحد بارد. وهذا اخذه انا بعد. بعدين اعطيه لصاحب المقطع هديه. شكرا. ناظر بدي والله. خلصنا. لا والله ما خلصنا بعد. لا والله. ايش باقي؟ تعرف انه اقوى جائزه بالمقطع هذا؟ وشي؟ ما خلصنا. وشو؟ كوبون من هاف مليون بقيمه 5000 ريال. لي؟ إلك. اسالك بالله. مكتوب قديش؟ 5000 ريال. وركز على صالح لغاية أيوة. 31/12 يعني عندي 6 شهور من الآن. معك 6 شهور حلو. وبدأت تستخدم هذا الكوبون شو؟ لهاف مليون. بتطبيق هاف مليون. تطبيق هاف مليون. تطبيق يدخل لك 5000 تروح تشتري تحاسب فيهم. بدر وين؟ 24 ساعة رايح جاي رايح جاي. تذكر هالتشوكلت حقي ذاك اللي ما جبت لي؟ ليه؟ الآن أقدر أجيب منه مليون. يا ذر هالتشوكلت اللي ناشف. عشانك نص لي ونص لك. رحم الله عليك. عشانك قد الرميت حق الغرفة. والله يعرفك تقول نص ليق نص ليق قدام الكاميرا، وإذا بعد الكاميرا تقول والله تسمها. إيه ليش لك ما جبت لي هالشكلت؟ الراوند الثالث والأخير الموجود في الألوان والمسار بتاعنا الجميل هذا بين عقبات وجوائز. جوائز. ليتس جو. حلو؟ إن شاء الله. والراوند الأخير هتستخدمه فقط هذا. كنا نفس الغرض. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا كريم.
ايوه ها اخضر ها وش اخضر وش الاخضر ليتس جو والله نسيته والله نسيته جبت وين شفت صايب والله انك اقوم شوف صايب انا قريب والله هنا في حرف السين وحرف ني سني سوني 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 جيبه دوني صدقتك يا صايب لا تقعد تزق تخيل لعبه سوني صايب لا تزق الجو وين والله مبروك بتستاهل الله يبارك فيك بقراطيسه والله بتستاهل كل خير قراطيسه قراطيسه ولا بقراطيس ابوك كمان طب انا ابغى بعد شيء كويس والله روح وش واحد وش تسوي اثنين ثلاثه روح 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 عم تمشي انت خلاص بس اصفر 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 ترى العقبات ملزقه بالارض الجوائز مش ملزقه يعني ايش ملزق عقاب عقاب تلبس لبس غبي اقطع مضي كان كل شيء غبي اصلا مرحبا ميكي ماوس ميكي ماوس على فلامينجو اه عيني اه وخاري مع ضحكة والله ايه صهيب اصبر اصبر عندي حركة تعرف شو هي؟ سبحان الله طلعت برا سبحان الله بابوشي عادي ارفع عادي ولا ليش؟ ولا ليش؟ قلتوا لي ليش؟ الباقي اللي ملزق عقابات اللي مش ملزق مش عقاب ارفع ارفع جلتش والله لا طلع عقابنا من راسي بتدغدغني عم بتدغدغ بتدغدغ ايه بتدغدغ بتدغدغ فرجيني ضربة ابوي برانا على بالي وجه اجيب فرجيني ابوي توجع شوي بس الحمد لله يا اخي انا كوعي صار يجيني هذا مدرى قال لي يا عمي عد ل 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الاحمر والله اعلن الاشتراك حلو بسم الله الرحمن الرحيم سناكات سناكات غرفه الضلها بغرفتي سناكات بغرفتك ولا هون وسهلت المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك عشان ما يجيكم دحوم ينغزكم بهذا خطير هذا العب نشوفكم الحلقه الجاي بامان الله.